شاركت مؤسسة حياة كريمة بجناح خاص في ماراثون القاهرة بهدف جمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في قرى حياة كريمة، وذلك لتجهيز صناديق الحماية الاجتماعية استعداداً لتنفيذ خطة المؤسسة للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك. يقوم الجناح أيضاً بتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة للمواطنين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودعم حملات التوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة.